حد بيقول سلام يا سيدنا، أنا بحب الكنيسة والخدمة جدا، لكن مش بقدر أحفظ الألحان بالقبطي، بحس إن لساني تقيل فيها، لكن بحفظها بالعربي حلو، هل كده ينفع أكون خادمة؟ ينفع، بس الواحد الحاجة اللي مش عارفها يتعلمها، لأن في ألحان اتوضعت بحسب اللغة القبطية فبتبقى أجمل، الاستمتاع بيها أجمل لما بتسمع في اللغة اللي هي الأصلية بتاعتها. ده غير إن في كتير صلوات بتتقال بالقبطي، فالواحد لما يتعلم هيبقى فاهم. هل حفظ المزامير لازم يكون من نص الأجبية؟ المزمور واحد السكن في ستر على الحفظ، أبسطها من الإنجيل عشان لقيت كلامه أخف لي. المزامير بصفة خاصة أكمنها مستخدمة كنسيا أكتر، فمشي على حسب الترجمة السبعينية. العهد القديم كان فيه النسخة اللي هي من العبراني والنسخة السبعينية، كنيستنا كل اقتباساتها متاخدة من النسخة السبعينية اللي هي اليونانية وتحولت للقبطية، والمزامير مستخدمة فيها بحسب النص دوت الأصلي. طبعا الخلاف ما فيه هو خلاف في الترجمة، لكن يفضل في استخدامها نستخدمها في اللغة المستخدمة في الكنيسة، عشان هنلاقيها في الأجبية كتير وفي القطمارس اللي بيتقري في القداسات. فيفضل المزامير بصفة خاصة تبقى حسب النصوص اللي في الأجبية أكتر، لكن بقيت الكتاب المقدس العهد القديم ممكن يبقى في العادي العربي اللي موجود. هل جملة انتقل إلى الأمجاد السماوية عند نياحة أحد صح ولا غلط؟ لا، الأمجاد السماوية لن ننتقل إليها إلا بعد يوم القيامة. احنا دلوقتي في بيبقى في مكان انتظار، لكن هو تعبير كده الناس اتعودوا يقولوه، لكن احنا عادة يفضل يتقال ركض على رجاء القيامة. ركض على ايه؟ رجاء القيامة. انا بعترف بكل خطية بعملها، بس ساعات الشيطان يقول لي ايه فايدة انك تعترفي وترجعي تاني؟ اعمل ايه؟ نفسي اعيش مع ربنا بس خايفة ما يكونش ليا مكان معاه. بالعكس، أحسن حاجة إن الواحد يعترف ويعترف تاني وتالت، لأن البديل إيه؟ نفترض أنا مت في لحظة، أموت وأنا مستعد ولا أموت وأنا في السقوط؟ أحد الآباء يقول خير لي أن أموت في الجهاد من أن أموت في الخطية. حتى لو وقعت تاني أتوب تاني، يقول لا تشمتي بي عدوتي، لأن إن سقطت أقوم، إن سرت في وادي ظل الموت فالرب نور لي. حد بيقول بتحارب بعادة شريرة ومش عارف أبطلها ومش لاقي حل، وعندي حالة فتور. الفتور يجي من الخطية ومن الكسل. كل واحد عارف ايه الحاجات المداخل اللي بتخليه يقع في الخطية، والمثل البلدي اللي بيتقال بتاعنا يقول الباب اللي يجي لك منه الريح سد والسريح، والكتاب يقول اذكر من اين سقطت وتب. فالواحد يحاول يشوف ايه اللي بيخليه يغلط ويتحشاه. يقول سلام ونعمة، كيف شعر المسيح بشدة الألام مع أن جسده متحد بلاهوته القوي؟ ما هنا هو ربنا رتب كده، أن شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها،
عشان يبقى فدانا احنا، كان المفروض الالام دي لينا احنا، هو خدها عننا وتحملها عننا. لكن ما شبهناش في الخطيه ولا الفساد، لان قال له لم تدع قدوسك يرى فسادا، يعني جسد المسيح لم يرى فسادا لانه متحد باللاهوت، بل بالعكس ادانا احنا عدم الفساد باتحادنا بيه. لماذا المجيء الثاني قبل ما يأتي تحدث الوباء والحروب؟ أليس الله إله السلام؟ فيجب عندما يأتي يأتي معه السلام. بتوع الزمان كان عندهم تعبيرات حلوة حكيمة، كان لما تحصل تجربة الواحد مرض أو شد أو حاجة يقولوا افتقاره رحمة، افتقاره رحمة. يعني أحيانا من مراحم ربنا أن يجيب حاجات ضيقات أو حاجات زي كده عشان تنبه الإنسان ويفوق ويتوب، فبتبقى لخير الإنسان. عشان كده يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تنوعة. ما هي طبيعة أجساد القيامة؟ هو نفس الجسد اللي اتولدنا فيه وعشنا بيه هنقوم بيه، بس بصورة غير قابلة للفساد، زي قطعة ذهب أو فضة بيعاد تشكيلها، مش هيبقى فيه عاهات أو عيوب أو أمراض، مش محتاج ياكل ولا يشرب ولا يتجوز. لما جم سألوا الرأي ربنا يسوع المسيح، واحدة اتجوزت 7 إخوة في القيامة لمن تكون؟ قال لهم تضلون لذ لا تعرفون الكتب، لأن في السماء هيكونوا كملائكة الله في السماء، لا يزوجون ولا يزوجون، لأنهم لا يستطيعوا أن يموتوا، لا يستطيعوا. علل هنا ليه مش هيتجوزوا؟ لأن لا يستطيعوا أن يموتوا. فهنا الأكل والشرب بيبقى تجديد للخلايا، في خلايا بتموت وطاقة بتستهلك فتجديد ليها. الزواج والغريزة، الزواج يسموها غريزة حفظ النوع، في موت لكن خلاص هيبقى في حياة، فما فيش زواج خلاص، ما فيش حد هيتولد تاني خلاص. فهي الغريزة ده هي ليها هدف معين خلاص. القدماء المصريين الأول ولا الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ الاثنين قدماء. يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدماء، وكان في برضو قدماء مصريين أيامهم، كان في ناس معاصرين ليهم برضو، يعني ده من القدماء وده من القدماء برضو. اللي هو القدماء كانوا في مصر بس، يعني تفتكروا البشرية كانت في مصر وبس؟ احنا من القدماء المصريين، دول قدماء بس مش المصريين. ربنا قال لقايين تكون تائها وهاربا في الارض، وان من قتل قايين فسبع اضعاف يحاسب. هو كان في ناس تاني في الوقت ده غير ادم وحواء وهابيل وقايين؟ كان هيبقى فيه كمان، لأن الناس عاشوا مئات السنين، آدم وقايين فخلفوا، ده من ولاده هو نفسهم اللي موتوا يعني. فالكلام كان ممتد على مئات السنين، جه ناس بعد كده والكلام اتنفس. السؤال الثالث، ازاي بقى في ناس كتير وما كانش في غير ادم وحواء والكتاب ما ذكرش انهم انجبوا بنات؟ الكتاب ما ذكرش انهم انجبوا بنات، لكن لم ينفي انهم انجبوا بنات. مش كل حاجة اتقالت. ازاي اولاد الله رأوا بنات الناس؟ كانوا فين؟ كانوا على الارض. اولاد الله اللي هم كانوا قريبين من ربنا وبيعبدوه، اللي هم اولاد شيس،
بنات الناس اللي هم بنات قايين، لأنهم كان حياتهم أرضية شوية. أسئلتكم لذيذة أحيانا يعني. في واحد بيقول ليه ربنا زعل من شاول؟ لما ربنا زعل من شاول سمح أن تدخل فيه الروح الرضية لغاية ما مات في الآخر، بالرغم أنه كان ممكن يغيره أو يبقى كويس. وأيام آدم عمل الخطية وكان عنده الاختيار للخطية وربنا عاقبه، وكان عنده الفرصة للتوبة باللي حصل وسابه. شاول اللي كان في قصة داود، أنا مش فاهم السؤال ليه سمع؟ لأنه ما تابش. كان ممكن يغيره، ربنا ما بيغيرش حد غصب عنه. اللي يطلب نعمة ربنا زي ما بنقول احنا نطلب معونته، يا ربنا يدي معونة. لكن لازم الإنسان يكون له دور. في سؤال طويل شوية بس حاله كويس. عندما طلب الرب من موسى الذهاب إلى فرعون لكي يطلب منه أن يطلق شعب بني إسرائيل ليعبده في الإصحاح الرابع سفر الخروج، وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذ الصفورة الصوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت إنك عريس دم لي، فانفك عنه حينئذ. قال عريس دم من أجل الختان. من الذي أراد ربنا قتله ولماذا؟ هي قطعت غرلة ابنها لأن كان من أيام إبراهيم كان مفروض إن كل ابن يختن، وربنا إدى شريعة الختان بعد كده لموسى. فربنا كان عايز يموته، اللي هي إشارة لأن الختان كان رمز للمعمودية يا أولاد، فإشارة إن الإنسان بدون المعمودية مش هيكون له خلاص ولا حياة، فلابد من الختان ليحيا. ما هي الصوانة؟ الصوانة اللي هي الحجر، الصخرة. والصخرة ليه الختان بيبقى بالصوانة؟ بالصوان لأن الصخرة رمز المسيح، يقول والصخرة تبعتهم، والصخرة كانت الإيه؟ المسيح، اللي هو بدونه مش هيبقى فيه حياة. قداسة قلت في المحاضرة السابقة أن الروح يؤثر على الجسد والجسد يؤثر على الروح. عندما أقف للصلاة الشيطان بيحاربني بالسرحان ومش برضى أصلي تاني لأني بحس أن أنا مش ملتزم أمام ربنا. لكن في صراع في داخلي بيقول لي ان اقوم علشان اصلي، رغم اني طول النهار بطلب من ربنا في سري ولا مش عارف ايه كده يعني، لكن مش قادر اقف اصلي، وبحس ان جسدي مش عايز يقف للصلاة لكن روح عايزة. ربنا اعمل ايه سيدنا؟ الواحد يغصب نفسه، نفسي أصلي بحرارة وحب. ابدأ بالتغصب تنتهي بالمحبة. الواحد يبدأ يغصب نفسه كده يلاقي نفسه بقى يعني من غير غصب مستمتع بالصلاة. زي واحد أحيانا تلاقي فيكم، أكيد كلكم جربتوها ده، يبقى ملوش نفسي يذاكر خالص، لكن شعوره إن الامتحان قرب وخلاص مفيش وقت وكده يغصب نفسه. مجرد ما يغصب نفسه يبدأ في المذاكرة يلاقي نفسه اتفتحت وبدأ يذاكر أكتر من أي يوم كان نفسه مفتوحة فيه. ففي حاجات بتحتاج تغصب شوية في الأول. مكتوب في متى 10 أعداء الإنسان أهل بيته، فهل هذا يعني أن ننظر
إلى آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا كأعداء؟ أرجو التوضيح. لا طبعا، مش معناته إن ننظر كده، بس أحيانا أعداء الإنسان أهل بيته، أهل بيته ممكن تبقى حواسي، عينيا وإيديا، حواسي اللي ممكن تبقى هي أعدائي لو يخلوني أخالف ربنا. وممكن أحيانا في ظروف معينة يبقى أكتر ناس أعداء أهل البيت، خصوصا في بداية المسيحية كان بيبقى فيه ناس مش كله آمن بالمسيح، فلما يجي واحد يؤمن بالمسيح ويكون بقية الناس كانوا وثنيين أو غيره، فتلاقي أكتر ناس يحاربوه مين؟ أهله. عارفين قصة القديسة بربرة؟ أبوها هو اللي كان بي يعني ففي الحالة دي بيبقى أعداء الإنسان أهل بيته. لكن بالعكس، إحنا مطلوب مننا يقول أكرم أباك وأمك، واللي مطلوب الواحد يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته. في واحد يبدو مش مركز شوية، بيقول يا سيدنا بعد مفارقة الروح عن الجسد إذا كان إنسان بار يذهب إلى مكان الانتظار، هذا المكان غير المكان اللي فيه السيد المسيح، وهل يتنعم فيه؟ الله في كل مكان، يعني الله في الفردوس. إذا كان ربنا معنا وإحنا على الأرض هنا، مش هيبقى في الفردوس؟ بس معاينة مجده أكتر دي حاجة تاني. يعني لماذا لا ترد الكنيسة على الأشخاص الذين يوجهون انتقادات إلى الدين المسيحي مثل كذا وكذا؟ احنا تعلمنا مش برد الفعل، احنا بنعلم بطريقة إيجابية، مش عشان نرد على حد، عشان يبقى لنا رسوخ وإيمان خاص بينا احنا. لما بنعلم ولادنا الإيمان المسيحي مظبوط وحقائق الإيمان، فلما يجي عدو الخير الشيطان أو أي حد يشككه، هيبقى بالفعل اوريدي عنده الرد، وبنعلم وفق منهج منطقي، بنجيب المواضيع بتسلسل منهجي مناسب للتعليم. لكن مش منهجنا نشوف حد بيهاجم بيقول ايه نروح نرد عليه لا، نعلم بطريقة إيجابية بدون الدخول في يعني مصارعات فكرية غير بناءة. يقول أما المباحثات الغبية فاجتنبها، الكتاب بيقول كده، أما المباحثات الغبية فاجتنبها. لكن المهم أنا يكون عندي الرد قبل ما أرد على غيري، المهم أنا يكون عندي الرد وليا قناعتي الشخصية، ده اللي يهمنا. سلام يا سيدنا، لما نكون خدام إن شاء الله، إن شاء الله هنشوف قصك تاني إذا كنت عايش. دايما بلتقي بالخدام في مناسبات عديدة، سواء في مؤتمرات سنوية أو نصف سنوية، أو لما بنزور الكنائس، أو في أي مناسبات، وبنعمل بعض كورسات متخصصة ممكن أتقابل فيها مع البعض، وبابنا مفتوح لكل حد يا ابني. أنا بحب ربنا جدا لكن خايف من المجيء التاني، هل هذا يدل على أني خاطئ؟ كل الواحد لما يستعد أكتر المخافة ما تبقاش برعب، لكن مخافة الله طبعا هنقوله بمخافتك. إلا رأس الحكمة مخافة الرب، لكن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. عندي سؤال،
مش فاهمة من المرة اللي فاتت، هو ليه؟ هو لو في إنسان مات وأخطأ خطايا بغير معرفة كده هيخش الجحيم عشان الخطايا دي؟ وقصك قلت ممكن نصلي له عشان ربنا يغفر له الهفوات. طب لو محدش صلى له كده هيفضل في الجحيم؟ طب ليه ربنا ما يدخلوش السماء على طول؟ ما هو كده كده أخطأ عن غير قصد. أحيانا احنا تقييمنا ساذج شوية وقليل، احنا بنقول بعض الخطايا بتكون عن غير معرفة وعن غير قصد. بعض الايه؟ ممكن الواحد في السكة يغلط في حاجة معينة عن عدم معرفة او عن غير قصد، لكن مش معقول ولا منطقي ان حياة الانسان كلها خطايا بدون قصد. هل ده منطقي؟ ده لو الواحد يعني بنقول له بنورك يا رب نعين النور، اكشف عن عيني فتأمل عجائبك من شرعك، فيعني كلام مش منطقي، لأن برضو دي فايدة سر الاعتراف. لما الواحد يجي يقول حاجة ممكن في حاجة الواحد فاكرها انها مش خطيئة، فأب اعتراف يقول له لا يا ابني يا بنتي ده كده غلط، والعكس صحيح. فالافتراض هنا مش منطقي ومش واقعي، لان ما فيش حد مات في الخطايا عملها كلها عن غير معرفة كلها، مش معقول طبعا. طب وما عملش حاجة كويسة بغير معرفة برضو؟ قصة قلت المرة اللي فاتت ان المسيح كان يعرف موعد المجيء الثاني وقال انه لا يعرف لمن سأله، فهل هذه ليست خطية؟ ارجو التوضيح. هو ربنا ما قالش محدش سأله قال له ما عرفش، ما حصلش، مفيش حد سأله. هو اتكلم عن المجيء التاني بصفة عامة ويوم الدينونة، قال هذا اليوم هذه الساعة لا يعلمها أحد ولا الملائكة ولا الابن. أما بيقول ولا الابن، يعني هنا معروف أن أقنوم الابن هو أقنوم الإعلان، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر، هو اللي بيخبر. فهنا بيقصد ان دي من الحاجات المعلومات التي لا يخبر عنها، يقول ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه وحده، دي الله يشاء ان تكون غير معلومة. لكن ما حد سأله قال له لا ما اعرفش، ده هو اتكلم انا في سياق الكلام كله. في بعض آباء بيقولوا ما ينفعش نقول بابا يسوع وماما العذراء، طب ما احنا بنقول آبانا الذي في السماوات، بنخاطب الآب. وربنا يسوع المسيح على الصليب قال ليوحنا للعذراء هذه أمك، لازم يقول لها يما، يعني ما لو قال ماما ما تنفعش. المسيح هو آدم الثاني، فإذا كان ما آدم الأول ما أبونا ولا مش أبونا، يبقى آدم الثاني لربنا يسوع المسيح أبونا ولا مش أبونا. في ناس غاوية فزلكة بالكلام وخلاص، يا أبي أنا اعترفت لأبونا بالخطايا القديمة وقلت له أنا في خطايا بخجل لا أستطيع أن أعترف بها، فقال لي خلاص كفاية اللي قلتيه وأعطاني الحل،
هل بهذا يكون جميع خطايا التي فعلتها في صغري غفرت لي دون أن أقولها بالتفصيل وأسبابها؟ وشكرا. أنا ما أعرفش اللي بتقول دي كانت بتقول لأبونا عن حاجات وهي صغيرة عملتها ولا وهي كبيرة. ممكن في حاجات بيبقى أبونا فهمها خلاص، يقول لي خلاص يعني طالما هو وصلته بيبقى خلاص كأنك قلتيها يا بنتي. لكن لو الواحد هو كبير وعملها أو حس إنه أبونا ما فهمش كويس، ما فيش مانع الواحد يقولها، لكن لو هو فهمها خلاص. هل الدجال ده إنسان هيديله الشيطان قوته ولا شخص يظهر فجأة؟ لا إنسان، ده بيقول إنسان الخطيئة ابن الهلاك. ما المقصود بقوات السماوات تتزعزع؟ السماء اللي هي الكواكب والنجوم والمجرات اللي حوالينا دهيت. هل يصح الزواج من الكاثوليك او اي طائفه اخرى وانا ارثوذكسي؟ لازم اتنين عشان يتجوزوا بعض يكونوا متحدي المله، الاتنين لا يبقوا ارثوذكس لا اما يبقوا كاثوليك، ما ينفعش طائفه وطائفه. في حد بيسأل يقول: سلام يا أبي، أرجو الحل، يعني كثير سألني يا سيدنا نفس السؤال، وهو ليه بنقول لأبونا الأسقف يا سيدنا، وليه بنقول لأبونا الكاهن يا أبونا، مع أن ربنا يسوع المسيح قال: لا تدعوا لكم سيدا على الأرض، وأيضا لا تدعوا لكم أبا على الأرض. هو الكتاب بيقول أو ربنا بيقول يعني إيه لا تدعوا لكم سيدا على الأرض؟ السيد هنا بمعنى التسلط، إن حد يبقى متسلط عليكم خاضعين لوصاياه دون وصايا الله، وأب نتشبه به، فسيدكم واحد وأبوكم واحد هو المسيح، يعني يكون مصدركم في التعليم والخضوع هو ربنا يسوع المسيح اللي هو المجد نفسه. والكلام موجه بصفة خاصة للتلاميذ، إن لما بيعلموا لازم يعلموا بحسب تعليم المسيح، أو حتى إحنا لما نعلم ولادنا لا نخضع لأي توجيه إلا توجيه وتعليم السيد المسيح، هي اللي ناخد منه فقط لا غير. لكن كلمة يا أب وسيد المسيح قالها على الإطلاق هنا، لكن رغم كده إحنا بنقول لأبونا في طب ما قال لا تدعوا لكم أبا على الأرض، طب الواحد يقول لأبوه بالجسد ايه؟ ما هو ده برضه على الارض، مش بنقول له يا بابا ولا يابا ولا اي حاجه؟ طيب السيد، طب ده احنا في الاداب العامه نقول انساتي سيداتي ساداتي، بنتعامل مع بعض كده كنوع من الادب. وبتقولوا في البيت للجدود يا سيدي ويا ستي احيانا، هل ده يتعارض مع الآية دهيت؟ لا إطلاقا. ربنا يسوع المسيح يقصد إن ما يكونش لينا حد ناخد منه سلطة علينا فوق سلطة ربنا، اللي هو قال: من أحب أبا أو أما أكتر مني لا يستحقني، إن كان أحد لا يبغض أباه وأمه و و و لا يستحقني. هل طلبنا ببغضة الأب والأم؟ ولكن ما يكونش حبنا ليهم أكتر من حبنا للسيد المسيح. والرسل نفسهم
خطبوا الآخرين بأسلوب الآباء. القديس بولس الرسول يقول: يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. يقول له احفظ الوصية يا ابني، يقول له يا ابني. فالكلمة الأب والسيدنا أو التعبير دوت، في فرق بين تعبير الاحترام والتوقير، في فرق بين أخذه سيد دون المسيح. زي ما بيقول: من أحب أبا أو أما أو أي حد أكتر مني لا يستحقاني. فالمسيح هو الأب وهو السيد الكبير اللي لا يعلوه سيد ولا أب آخر. أما أسلوب الاحترام ده هو نفسه له المجد، وهو رب المجد. الست العذراء لما جت وكان عنده 12 سنة وفي الهيكل وتخلف عنهم، قالت له: أبوك وأنا تعذبنا كثيرا من أجلك، مع أني لم يكن أبوه بالجسد، ولكن كان في وضع الأب. فكان التعبيرات ده هي أما بتستخدم على سبيل الاحترام والأدب شيء، وفي فرق بين أن الواحد ياخد سيد أو أب دون المسيح له المجد. زي ما يقول: من يفعل الخطية فهو عبد لها. يبقى الخطية كأنها سيد على الإنسان، فما يكونش ليا سيد غيره، محدش يتسلط عليا ويحولني عن وصايا المسيح سواء بسلطة سيد أو أب غير المسيح له المجد نفسه. فعلى مستوى الرسل تعليمهم مستمد من سيدهم المعلمهم المسيح. على مستوانا نحن أيضا تعليمنا والوصايا المسيحية التي تسود علينا وننتسب لها كأبناء مولودين في المعمودية منه. فهنا ما بتتعارضش مع الوصية على الإطلاق. ده هو نفسه قال ليوحنا: هوذا أمك، على الست العذراء. حد بيقول: أنا في الثانوية عامة بس دايما بحس إني زهقت ومش قادرة أذاكر وطاقتي خلصت، ممكن نصيحة أرجع أذاكر تاني؟ الأيام بتجري يا بنتي، عقبال ما هتقولي زهقتي وما زهقتيش، الحقي نفسك، استغلي كل دقيقة وكل وقت وذاكري فيه. الأيام بتمر أسرع مما تتصوري، هيتهيألك الوقت لسه طويل سرعان ما ينتهي. لما تذاكري هتحس إن الوقت قصير مش مكفي. في حد بيقول: معلش بس يا سيدنا، عايزة بس أفهم من نيافتك التنويه الذي صدر امبارح. كنت عايزة نيافتك تشرح لنا التنويه بتاع امبارح بتاعت الإجراءات الاحترازية، يعني خدمة زي خدمة الكشافة المفروض تستغل أم لا؟ مع العلم أن اجتماع الكشافة لا يزيد عن 30 فرد، أرجو الرد والشرح، شكرا يا سيدنا. يا ولاد الوباء لسه ما انتهاش، عشان كده احنا ما جبناش الدفعة كلهم، قاعدينكوا على مسافات ومفروض تبقوا لابسين الماسك، في ناس قلعينه. هما بنعمل كده، ابعد عنه يا ابني كده، تعال هنا في مكانك انت. حرصا عليكم ومسؤوليتنا امام الله وامام ضمائرنا ان نحافظ على اولادنا اللي يجوا الكنيسة. فكل الاجراءات دقيت عشانكم، ما ممكن الواحد يريح نفسه وكل واحد مسؤول عن نفسه، لكن ذنب الاخرين ايه؟ وبعدين لو انتشر المرض ممكن تتقفل الكنائس تاني. طب عايزينها نقفل تاني
ولا نحافظ ونمشي بالمعقول كده والدنيا تمشي. فالإجراءات الاحترازية اللي هي أي حاجة تخلينا نتحاشى الإصابة. بالنسبة للكشافة دورها حيوي عشان هما بيستغلوا في تنفيذ متابعة الإجراءات والتنظيم، فممكن يبقى لهم اجتماعات بس يراعوا فيها الإجراءات الاحترازية. طبعا الإجراءات الاحترازية دي تشمل كذا حاجة، إن الواحد يصلي في أقرب كنيسة ليه بحيث ما يضطرش يمشي أو يركب أماكن كتيرة ويتنقل من مكان فيه إصابة يروح لمكان تاني، يبقى فرصة لنقل الأمراض أكتر. يراعي أن يكون حالته الصحية ما فيش حرارة ما فيش أي أعراض. يراعي المطهرات، يبقى إيده دايما مطهرة، ولازم يلبس الماسك وهو داخل في أي تجمع. يراعي القعاد على مسافات، والسلام والتعامل يبقى بحذر، مفيش حد ياخد بعضه بالأحضان كده زي ما بنعمل، لأن في ناس كتير ممكن يبقوا حاملين الفيروس ومش باين عليهم أعراض، فممكن بسهولة ينقلوه لآخرين ومحدش جريان يقول ده سليم ما فيهوش حاجة أو دي سليمة. فنحرص أحسن من أجل سلامتكم. ساعدونا إن نحافظ عليكم. مش كل إجراء أو حاجة نعملها نبص نلاقي في ناس طب وليه ومش عشان إيه أو عشان إيه. عشانكم أنتوا. ما معنى كلمة سبي؟ السبي لما يكون في حرب ولا حاجة وناس اتهزموا، ففي ناس بيبقوا ماتوا في الحرب وفي ناس يتاخدوا سبايا، يعني ياخدوهم سبي حرب. فاحنا بنستخدم اللي كانوا في الجحيم كأنهم في السبي. الشيطان ده عدو سباهم وخدهم، انتصر عليهم وخدهم ليه. هل على الصليب اللاهوت فارق الناسوت ولا لا؟ ولو لا فكيف فيكون ازاي السيد المسيح حس بالآلام؟ واحنا جاوبنا السؤال، اللاهوت لم يلغي الآلام. المسيح خد طبيعتنا شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيه واحده. في واحده بتقول لي سيدنا انا تعبانه من فتره، اكتشفت عندي مشاكل في التنفس والمفروض اعمل 3 عمليات وكل شويه اكتشف مرض جديد وانا لسه صغيره، يا سيدنا هل ده تجربه من ربنا؟ صلي لي. ممكن يا بنتي بسماح من ربنا، ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة لحد، لكن أحيانا بيحول الحاجات الوحشة لخير. في حاجات ممكن يسمح بيها لفايدة الإنسان. طيب كده يبقى جاوبنا لكم الأسئلة بتاعتكم، وإن شاء الله نلتقي بيكم في المرحلة الثانية في أول ترم إن شاء الله في مادة اللاهوت المقارن. تفضلوا.